بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن القسم الثاني من الخلايا، وهو الخلايا الحقيقية مميزة النواة، وهي الخلايا معقدة التركيب ذات نواة مميزة حقيقية ويحاط فيها الـ DNA بقشاء ويسمى القشاء النووي. طبعا هذه الخلايا الحقيقية يتكون منها النبات والفطريات والحيوان بما فيه الإنسان أيضا، وبعض الأولويات مثل الأميبا والباراميسيوم، وهي أبسط الوحدات التركيبية التي لها التي ينقسم الكائن الحي عديد الخلايا طبعا، ويظل محتفظا بالخصائص الوظيفية للحياة بشكل عام. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس البسيط عن الخلايا الحقيقية مميزة النواة، واستفدتم أنها هي الخلايا طبعا فيها نواة مميزة وفيها قشاء نووي، وأيضا موجودة في الإنسان وموجودة في النبات وموجودة في الفطريات وكل الحيوانات تقريبا موجودة فيها. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتطرق إلى دروس كثيرة جدا داخل الخلايا الحقيقية مميزة النواة في الدروس القادمة، وهذه بس مقدمة بسيطة عنها.